ايوه يا فندم، نانسي طلعت من الفيلا واحنا طالعين وراها. اتفضل يا دكتور. ايوه يا فندم، امير طلع من العياده واحنا طالعين وراه. الو. ايوه يا امير. لا دي راحت استراحه الفيوم. طب كلمها يا عمي وخليها ترجع بسرعه. ايه خير؟ في ايه يا ابني؟ في حد بيراقبني واكيد هي كمان. طيب طيب ماشي، انا هكلمك بعدين. سلام. ردي يا نانسي، ردي ردي يا بنتي عليا. جورج يا بنتي ما بترديش ليه؟ رد عليا الله يخليك يا جورج. استني يا سيسي، مش وقته. انت بتكلمها والموبايل بتاعها في ايدي. ايه؟ نسيته. يا دي المصيبة. شريف، شريف، شريف. الو. والتاني يروح لهنا. يلا علموا المكان. ايه ده؟ انتوا مين وعايزين ايه؟ بقول لك ايه؟ ما شفتيش واحد معدي في الصاله كده اسمه ادم امين عبد الحي؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده، حضرتك بتتكلم عن مين؟ ادم فين يا نانسي؟ ما اعرفش. انا قلت انا ما اعرفش، انا ما اعرفش ده مين اصلا. ما فيش حد فوق يا باشا. كنت عارف، كنت عارف ان مفيش حد فوق. يلا يلا، واحد يتحفظ لي عليها، ما تغيبش عن عينيكم. يلا بقى، ما تعرفيش هو فين. ها ماشي ماشي يا نانسي. اقف يا ادم، اقف. اضربك بالنار.
انا عارف انك هنا يا ادم. سلم نفسك احسن لك، الحكايه خلصت خلاص يا ابني. ما تصعبهاش عليك وعلينا. انا مش فاهمك على فكره، مش فاهمك. ايه الفايده من هروبك ده يعني؟ هتستفيد ايه؟ ولا اي حاجه. الفايده في انك تسلم نفسك، على الاقل هتتحاكم وتخلص يا اخي. لكن اللي انت عامله في نفسك ده ايه اخرته يعني؟ هتعيش طول عمرك هربان، طول عمرك يا غبي. اسمع كلامي، ما انت كنت بتجري قدامي دلوقتي، كان ممكن بطلقه واحده نشك اجيبك الارض، بس انا ما عملتش كده. وانا ممكن اموتك دلوقتي، بس انا مش هعمل كده. وانا يا باشا لو كنت ضربتك دلوقتي مش كنت هتدافع عن نفسك؟ صح؟ انا عملت كده، دفعت عن نفسي. الراجل كان هيموتني، كان لازم ادافع عن نفسي. ولا انا مش من حقي ادافع عن نفسي عشان انا سواق فيسبا؟ بص يا ادم، بص انت يا باشا، انا عملت الصح ودفعت عن نفسي. ايه العيب في كده؟ ما هم دول الكلمتين يا غبي اللي انا عاوزك تقولهم، بس مش ليا انا، عاوزك تقولهم لقاضي، تقولهم لمحكمه، علشان نعرف ندافع عنك. لكن لما تقول الكلمتين دول ليا انا وفي المكان ده مالهمش اي لازمه. الكلام ده يا باشا مش هنا، الكلام ده ممكن يحصل في بلاد بره، انما هنا المحكمه ما بتسمعش غير الكلام اللي انتوا عايزين تقولوه. سلم نفسك يا سلم نفسك، وانا بوعدك ان الكلام اللي انت هتقوله هو الكلام اللي انا هقوله، وهو اللي هتاخد بيه المحكمه، صدقني. بس سلم نفسك، سلم نفسك، امسك. يلا يا ادم. مش هسلم نفسي يا باشا، مش هسلم نفسي. يبقى هضربك بالنار يا ادم. اضرب يا باشا. انا ما بهزرش يا ادم، هضربك بالنار بجد. خدني جثة، انما قسما بالله العظيم ما مسلم نفسي. اقف مكانك يا ادم، هضرب بالنار، هضربك. ايوه يا ابني. اوامرك يا باشا. لقيت الهدف؟ جالي البحث عنه ولم يستدل عليه. دوروا عليه في كل حته. علم وينفذ سعد. يلا. وجود المتهم على بعد امتار من فيلتك ده اكبر دليل على انه كان موجود جواها، وانت بتتسطري عليه. انا ما اعرفش حضرتك بتتكلم عن ايه. لا تعرفي، ده انا شفته بعناية دول واتكلمت معاه كمان. انا مش مسؤولة عن اي حد موجود بره حدود مزرعتي، وبعدين انا ما عنديش فكرة الشخص اللي حضرتك بتتكلم عنه ده ايه اللي جابه في منطقتنا، ثم ان هو مين اصلا اللي بنتكلم عنه ده. بقى موجود جنب فيلتك وانت ما تعرفيش هو مين. صحيح الدنيا صغيرة قوي. بقولك يا نانسي، أحسن لك تعترفي، بدل ما قسما عظما هتخليني ألجأ معاك لطرق أنا ما بحبهاش. أنا قلت لحضرتك أنا ما أعرفش حضرتك بتكلم عن إيه، ولا أعرف الشخص ده، وما أعتقدش إن في قانون يعني يمنعني أزور مزرعتي في أي وقت. ماشي،
ماشي يا نانسي، انا هسيبك تمشي، ده بس عشان مفيش دليل ملموس ضدك. بس قسما عظما لو لقيت الدليل ده لخليكي تندمي على انك ما قلتليش الحقيقه من الاول. الحمد لله انا حالتك كويس. ربنا يشفيك يا بنتي وامك بالف سلامه يا رب. قومها بالسلامه عشان تجيب لنا العار وتفضحنا. ربنا ياخدها، ربنا ياخدها ويريحنا منها. حرام عليك يا عبيد، دي برضه بنتنا. يا ريتنا ما خلفناها، يا ريتنا ما خلفناها ولا شفنا اليوم ده. أهل ما فيها كان زماننا دلوقتي عايشين بكرامتنا، ما بقيناش مضطرين نغطي راسنا في وسط الناس بسبب عملتها السودة. لولا إن لحقت آدم وأنبهه علشان يلم حاجته ويهرب بسرعة كانت بقت مصيبة. ده تليفونك ده يا بابا لحقني على آخر لحظة. الحمد لله. بس أنا كان كل خوفي إن عم تدرس ومراته يعترفوا. لا 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 لا، تدرس طلع راجل أصيل وجدع. أنا لما اتكلمت معاه واضطريت أقول له الحقيقة وعدني إنه مش هيجيب سيرة لحد. بس أنا خايفة أوي على آدم ليكونوا مسكوه. لا ما أظنش إنهم مسكوه، لأن ده لو حصل كانت الدنيا كلها عرفت. ده مطلوب أمني رقم واحد. تفتكر يكون راح فين يا بابا؟ أنا مش عرفني. ده حتى ما اتصلش بيا يطمني عليه. عشان يتصل بيكي وأنت مترعبة. يعمل أي حاجة، يشوف له أي طريقة يطمني بيها بس أطمن. معلش ما تقلقيش، ضروري هيكلمنا ويطمنا عليه قريب. يا رب. هيشوف له شغلانه جوزك عبده ده. هيشوفها ازاي بس يا لولوس وهو بيصحالي على المغرب؟ الحمل بقى على كتافي، انا مش عارفه هلاقيها منين ولا منين من الايام السودة دي. قلت ضل راجل ولا ضل حيطه. ادم ضربت نار على ناس كتير، منهم المجرمين اللي بجد ومنهم اللي مضحوك عليهم، اللي جريمتهم انهم رضيوا يكونوا بنزين لنار ممكن تحرق البلد كلها. لكن المرة دي ما قدرتش اضربه. صباعي خني وما رضاش يدوس على الزناد. حسيت ان انا لو موتته ابقى بحرم البلد دي من واد جدع وشاع وبريء. ويا ترى عندك دليل على براءته؟ في الوقت الحالي لا، بس احساسي بيقول لي انه بريء وانا مصدق احساسي. احساس ايه يا حضره الضابط؟ لازم يبقى عندك دليل نفي وقاطع كمان ياكد براءته، والا غير كده تبقى غلطان وظالم كمان. غصب عني يا بابا، في حاجه جوايا بتوقفني بتخليني اتعاطف معاه. ما تخليش احساسك يتغلب على واجبك، ولو في يوم من الايام حسيت ان ده ممكن يحصل يبقى انا من رايي انك تعتذر عن المهمه دي، وده بدل ما تستسلم لإحساس ممكن في الآخر يطلع غلط، وفي الحالة دي هتخسر شغلك وهتخسر نفسك. رد عليا يا سامي، بتعمل ايه هنا؟ يا ادم انت فاهم غلط. رد عليا، بتعمل ايه هنا؟ حرام عليك يا اخويا، انا قدام عيال ورص. يا ادم انت فاهم غلط والله. بتعمل ايه هنا؟ رد عليا، انت فاهم غلط والله. يا ادم ايه فاهمين؟ لولوس انا هقعد عندك يومين هنا، مفيش حته بات فيها.
فين ادم يا امير؟ ادم بقول لك ايه؟ فيلم حقوق الانسان ده مش هياكل معايا. بقى انا اديلك الامان تعمل معايا كده. اعمل معاك ايه يا سيف؟ انا مش فاهم حاجه. لا فاهم بس بتستعبط. هتعمل لي فيها عبيط؟ هفهمك الحقيقه واحده واحده. حقيقة يا سيف؟ الحقيقة انك عرفت مني معلومة ان انا رفعت المراقبة عن نانسي، عشان كده بدأت تتحرك بمنتهى السرعة وخدت ادم خبيته في مكان امين. وتاني مرة بصني وانا بتكلم، تاني مرة حصرتها وقلت لها خلي بالك انت متراقبة، عشان كده هربت ادم المزرعة قبل ما اجبس عليه. انت بهوصتلي شغلي، رد عليا. انت اتسطرت على ارهاب يا دكتور. يا سيف صدقني انا ما كنتش اعرف علاقتهم ببعض غير متاخر وبالصدفه، ولما عرفت ما بلغتش ليه يا محترم؟ لاني خفت عليها يا سيف. يا حنين، وحسيت انه بريء. ما انا عارفك طول عمرك خدام اللطافه، صاحبي وعارفه. انت كده اتسطرت على ارهابي، يعني القانون هيعاقبك. بتهيألي يا سيف بين الجريمه الاكبر ان احنا نقدم واحد بريء للعداله، ولا ايه رايك؟ ادم مش بريء، ده قتل وسرق. قتل دفاعا للنفس، سرق دي بقى مشكوك فيها. يعني ايه بقى؟ ما عليك يا ريت تفهمني عشان انا مش عارف شغلي كويس. الحكايه فيها شخص ثالث يا سيف بيه، شخص سارق. ولو انت فعلا عايز توصل للحقيقه لازم تقبض على الراجل ده، لان الراجل ده هو الوحيد اللي في ايده انه يحل اللغز. ندل، طول عمرك ندل، تطلع من كدبه وتخش في كدبه تانية. انت اللي مش عايز تشوف الحقيقه يا سيف بيه، مع انك عارفها كويس يا اخي. كل همك انك تقفل القضيه وخلاص، تقفل القضيه وتريح دماغك وتترقى كمان في النص. وطبعا عشان تقفل القضيه لازم تمسك ادم حتى لو كان بريء. ادم مش بريء. انت عرفت منين يا سيف بيه انه مش بريء؟ خلصت التحقيق؟ مش في سارق لازم تقبض عليه؟ مش في هارد ديسك عليه الجريمه المتصوره لازم تشوفها الاول قبل ما تحكم عليه بالاعدام؟ تعرفت الادله دي كلها منين؟ مش مهم منين يا سيف، مش مهم منين، المهم انها الحقيقه وانت عارف ده كويس. حسجنك يا امير. انا مش متورط في حاجه يا سيف بيه. حسجنك من غير حاجه، والبلد فيها قانون طوارئ، كل حاجه في ايديا. قانون الطوارئ ده تخليهولك، انا مواطن امريكي، يعني اللي انت بتقوله ده ما يمشيش عليا. انت بتتحداني؟ انا بفوقك يا سيف، بفوقك، لانك ساعات ذكائك بيخونك وبتقع منك حاجات في منتهى الاهميه. ولو عايز مني نصيحه، اقبض على السارق يا سيف، اقبض عليه عشان توصل للحقيقه اللي انت بتقول ان انت عايز توصل لها. مش انت مواطن امريكي؟ وحياة امي منعتك. برضه يا سامي يا بنتي مصره تشتغلي مع البنت اللي اسمها لولوس دي. والنبي ياما الشغل مع لولوس ده رحمني من اللف والبهدله طول النهار. وبعدين لو ما كانتش اشتغلت معاها كنا هنعرف منين ان ادم هناك اصلا؟ يا عيني عليك يا ادم يا ابني، ما تلطم في وسط اللي يسوى واللي ما يسواش، استرها عليه يا رب. عارفه ياما لو لولوس دي مش جدعه ما كانش ادم عمره راح لها. عموما بلغيه يروح يستخبى عند خاله عامر، ده امن مكان ممكن يستخبى فيه دلوقتي، وربنا يسترها عليه يا بنتي، وانا مفهمه عامر على كل حاجه عشان يقابله هناك. حاضر ياما، انا هبلغه وادي له العنوان. يا رب، قادر يا كريم، تسترها عليه وعلينا يا رب. ايوه باركوني يا جماعه، انا نجحت، انا بقيت حاصل على ليسانس حقوق. مبروك يا مرزوق، مبروك. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. أنا محتاجة لك أوي يا رب،
مش عارف أبدأ معك الكلام منين ولا إزاي، مش عارف أطلب منك إيه ولا إيه. أنت شفت اللي حصل، وشفت قد إيه ده مظلوم، وشفت قد إيه هو إنسان كويس. ما هو لو ما كانش كويس ما كانش دافع عن واحدة لا هي من دينه ولا هي من أهله. الفكرة إن المشكلة بقت كبيرة قوي، بقت أصعب من إن أي إنسان عادي يقدر يحلها. أنت الوحيد اللي بيدك الحل يا رب. أكيد زي ما كان ليك حكمة في اللي حصل عندك الحل. أنا أكتر حاجة وجعاني إن هو ما بيحملنيش الذنب، رغم إن أنا السبب إن حياته ومستقبله كله اتدمر، وأنا مش عارف أعمل له إيه. مش بإيدي حاجة أعملها. يا رب عشان خاطري اجعلني وسيلة تخرجوا بيها من المحنة اللي هو فيها، زي ما جعلته هو وسيلة تحميني بيها من الشر اللي كنت فيه. عشان خاطري يا رب، عشان خاطري ابن ملوش غير. لا يا سهام، انا مش رايح العياده النهارده. وبصي مفيش داعي نتقابل اليومين دول. بصي هقول لك باختصار شديد، انا علاقتي بسيف متوتره شويه اليومين دول، وطبعا لو عارف ان انت بتجيلي العياده هيعمل لك مشكله كبيره. اهم حاجه بس يا سهام، لازم تقاومي رغبتك في شرب الحشيش. زي ما اتفقنا لو جات لك الفكره اشغلي نفسك باي حاجه. خلي بالك من نفسك. مع السلامه. خشي يا بنتي. ألف حمد لله على سلامتك. خشي يا هنا، ده مهما كان بيتك ومطرحك. ازاي حضرتك يا بابا؟ بابا اطلعي بره واقفلي الباب وراكي، لسانك ما يخاطبش لساني لغايه ما اموت. بعد الشر عليك يا بابا. شر؟ وفي شر بعد اللي انت حطيتيني فيه؟ انا ده انا بتمنى الموت. ما تقولش كده. مش كده، اعيش ازاي؟ اعيش ازاي وليه بعد ما حطيتي راسي في الوحل؟ ليه؟ انا عملت لك ايه؟ ده انا عشت طول عمري اربيكي، احلم باليوم اللي افرح بيكي فيه وتقوم قطمه وسطي وحنيه راسي. ما تجيش غير منك انت. راسك هتفضل دايما مرفوع وعمر وسطك ما يتقطم. انا كدبت عليك يا بابا، انا وادم ما غلطناش زي ما قلت لك. انت بتتكلمي بجد؟ انا والله العظيم هي دي الحقيقه، والله العظيم. انا بس اضطريت اقول لك كده لما لقيتك مصر تجوزني للديسي وما لقيتش حل تاني. يعني ادم ما ضحكش عليكي؟ انا هو هتكوني بتقولي لي الكلام ده عشان تهوني علي يا بابا؟ ادم بيخاف ربنا، ومش معنى ان احنا بنحب بعض يبقى هنعمل كده الا في الحلال، وده اللي احنا طالبينه منكم مش اكتر. طيب انا اتاكد ازاي من الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ لو ما كنتش مصدقني يا بابا ممكن اروح للدكتوره تكشف عليا. خلاص بقى يا سامي، ما تزعليش مني. يا مجنونه، انت عارفه ان انا عملت كده عشان بخاف عليك. طب يا رب اموت لو فضلت زعلانه. بعد الشر عليك، بس يبقى خف ايدك بعد كده. والله يا اخويا انا ما هاجي المكان ده تاني، بس انا جيت النهارده علشان امك قالت لي انك تروح لخالك في المزرعه، ودي الورقة دي فيها العنوان. مزرعة؟ خالي بيعمل ايه في مزرعة؟ بيشتغل. خالي بيشتغل في مزرعة؟
ربنا يكرمك. ويكرمك انت كمان يا حبيبي، خلي بالك من نفسك. ان شاء الله. ترى يا سهام بتخونيني فعلا ولا انا اللي بقيت شكلك في كل الناس؟ انا مش فاهم ايه حجتك في المروح لامير كل شويه؟ الحكايه دي مش داخله عليا. شامم ريحه مش كويسه، بس انا بقى اكيد هظبطكم وتلبسيهم في يوم من الايام. انت ازاي ساكت عليها كده؟ ما تقوم تاخدها من شعرها وترميها كده من البلكونه وتخلص. لا اهدى يا سيف، اعقل، اتأكد الأول واظبطهم متلبسين وبعدين ابقى اعمل اللي انت عايزه. مهما كان مراتك وده شرفك، وأي فضيحة كده ولا كده هتبقى مش كويسة علشانك. تخاف تواجهها ولا ايه؟ ولا خايف على نفسك لا تتأكد؟ خص أقول انت يا سيف، مراتك ممكن تعمل فيك كده. لازم أعرف ايه اللي بينها وبين أمير. لازم. حبيبي حبيبي حبيبي، وحشني 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 ادم، وحشني. دورت المزرعه، اخبارك ايه؟ الحمد لله. طمنا عليك. تعبان قوي. خير؟ معلش انا اسف، انا جاي اتقل عليك شويه واقعد عندك يومين ثلاثه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا ما صدقت انك جيت هنا. انا خالك يا ابني، لازم استحملك العمر كله، والخال والد. ما عشان كده مش عايز اورطك معايا، مش عايز اجيب لك مشاكل. تورطني؟ انت بتقول ايه يا ادم؟ ده انت اللي ساعدتني يا ابني، انت اللي خليتني اقول حقيقه، انت اللي خليتني اشهد شهاده حق في المحكمه. عشان كده ربنا كرمني، وانا لو فضلت اخدمك العمر كله مش هوفي لك اللي انت عملته معايا ده. ربنا يخليك ليا يا اخي. صبحه، هقدم لك صبحة. نص التاني، أجمل مخلوق على وش الأرض، إن شاء الله هتبقى مراتي. عشان كده هبعت لأمك وأخواتك علشان نتقدم لها وتبقى مراتي إن شاء الله. إن شاء الله. ربنا يبارك لك. الله يخليك يا حبيبي. آدم ابن أختي، أخويا الصغير. يا أهلا وسهلا. أهلا بيك يا صبحة، إن شاء الله ربنا يتمم بخير. إن شاء الله. طب و نسيت حبك لمونيكا؟ مونيكا؟ من مونيكا دي يا سي عامر اللي بيقول عليها يعني انت بتحبها؟ لا، ده واحد صاحبي كان عايز مننا فلوس، والحمد لله ربنا سدد ديننا. روح سخن لها اي حاجه ناكلها. يلا يلا يلا. تؤمر. ما بعرفش الضحك غير لما اشوفك والله العظيم. مهم حبيبي، طمنا عليك. ايه اللي انا بسمعه دوت؟ وايه اللي حصل؟ طمن خيالك حبيبك. انا تعبان قوي يا خال، مش عارف احكي لك ايه ولا ابدا منين ولا منين. احكي كل حاجه. انا حاسس ان انا بقيت عايش في فيلم هندي. فاكر اليوم اللي انا رحت اوصل فيه طلب وكنت المفروض اقرا فاتحه هنا؟ ايوه. من فضلك انا كنت عايزه عكس عند حضرتك. لا، ما انا عارفه ان عندك كل التخصصات للدكاتره. ما اعرفش تخصص ايه. انا بصراحه تعبانه كده بقالي فتره، دايخه ومش قادره اخد نفسي، بنهج، مش عارفه. طيب اوكي كده، مع التمام. اوكي شكرا. طاهر وعالية، كريم عرفنا عليهم، قلت اجيبهم يمكن يقدروا يساعدوكي. على فكرة الأنسة عالية صحفية وزميلة آدم ومؤمنة جدا بقضيته. ازيك يا طاهر؟ ازيك يا كريم؟ عامل ايه؟ ازيك يا هاني؟ اتفضلوا اتفضلوا. ميرسي. نانسي، احنا اتقابلنا قبل كده في أول مرة ما كانوا بيستجوبوك هناك. يمكن؟ مش فاكرة.
معلش انا اصل اليوم ده ما كنتش شايفه قدامي. احنا جايين النهارده نطمن على ادم، في اي اخبار عنه وحاول يكلمكم؟ لا ده انا جالي امل اول ما شفتكم دلوقتي ان انتوا تكونوا جايين تقولوا لي حاجه عنه. ما حاولش يتصل بيكم ولا حاول يتصل بينا، ده معناه ان ادم في خطر ومش عارف يوصل لنا. يكونوا قبضوا عليه ومخبيين مش راضين يقولوا؟ لا يمكن لا يمكن، دي قضيه راي عام، ولو كانوا قبضوا عليه كان كل المحطات الفضائيه هتذيع الخبر وكنا اكيد هنعرف. طب وبعدين يا جماعه احنا هنفضل قاعدين ساكتين كده؟ انا بجد ابتديت اقلق. لا اطمن يا ابني، طالما ما سمعناش اي خبر بالقبض عليه يبقى اكيد في امان. ولما هو في امان ما اتصلش بينا ليه يعني؟ تلاقي ظروفه مش مسامحه، واول ما هتجيله فرصه اكيد هيتكلم. عموما ما قدامناش دلوقتي غير الانتظار وعدم اثاره الاهتمام، لان اكيد احنا كلنا متراقبين. خير يا دكتور؟ اطمني يا مدام، دي حاجه بسيطه خالص. حاجه بسيطه ازاي بس؟ ده انا تعبانه قوي بحس بدوخه جامده، من فضلك اكتبي دواء كويس عشان انا مش مظبوطه خالص. لا من النهارده مفيش اي ادويه خالص، انا هكتب لك على بعض الفيتامينات ولازم ترتاحي خالص وما تشيليش اي حاجه تقيله، وخصوصا في الثلاث شهور الاولانيين. ثلاث شهور اولانيين قصدك يعني؟ مبروك يا مدام سهام، انت حامل. حامل؟ طب ازاي؟ يعني ايه ازاي؟ يعني بطلك بيبي يا مدام سهام. ايوه دكتور، بس انا جوزي عقيم ما بيخلفش. هو بياخد اي علاج؟ اه بياخد ادويه كتير قوي، بس للاسف مفيش نتيجه. اهو المره دي جاب نتيجه والحمد لله. انت بتتكلم بجد يا دكتور؟ صدقيني يا مدام سهام، وفي خلال شهور هيكون عندكم بيبي ان شاء الله، التحاليل والسونار اكد كده. ده يا دكتور، انا حاسه ان انا بحلم.